المجيرة عم يبسي راسها. شو ما بدها انه ترجع بنتها لعن جوزها وتنستهم؟ اخ والله حكيت معي يا ابن عمي، طلع الشعر على لساني، وهي بدها انه ام راشد وكل نسوان الحارة يجوا لعندها. ام راشد ما رحتي لعندها؟ لا ابن عمي ما رحت. غلط. ليش ما رحتي مع ام عجاج لعندها؟ لانه اجت لعنا ام احمد واولادها ابن عمي، وما لقت ام راشد مناسبه انه تتركها وتمشي. بس هذا مو عذر يا ام عجاج. ليش خالتي ام عجاج مو قد المقام يا ابي؟ قد وقدود ام عجاج، والمفروض امك تروح لعندها لانه هي حماة مرتك مو ام عجاج. وهي كمان زودتها ابن عمي. انا وام عجاج واحد. نحن بدنا نصلح اللي خربوا ابنك، مو نزيد الطين بله. فهمتي ولا ما فهمتي؟ ايه بس ما لها حق تقلع على خالتي ام عجاج. شو؟ قلعت هيك؟ مو قلعتني، قلعتني ابن عمي، بس كانت محموقه شوي لانه ام راشد ما اجت لعندها. لا خالتي قلعتك، فنجان قهوه ما سقتك. يا خالتي الله يرضى عليك لا تكبرها، انا ما كنت بدي اشرب قهوه. لا حول ولا قوه الا بالله. ابن عمي لا تتكلم، بكره بتصير هي تبعت اخبار لحتى نرجع لبنتها. لا لا تستنوا لحتى هي تبعت اخبار. روحوا لعندها وشو شو بدها. ماشي، ونروح انا وام راشد لعندها. يعني بدك يانا نروح لعندها بعد ما قلعت ست راسها ام عجاج من البيت؟ ايه منروح لعندها لحتى نرجع البنت لجوزها، وامها ما دخلها، نحن بهمنا البنت وبس. ايه بكفي قلعت الداية بهيجة وقلعت راشد، وهي قلعتها لام عجاج، معناتها ما بدها ترجع بنتها لراشد، وبكره كمان بتقلعني انا. اذا رحتي لعندها وقلعتك ساعتها قلنا حكي تاني معها، اما نقول نحن هون شو بدها تساوي شو بدها تعمل، هذا حديث سابق لاوانه. خلص ابن عمي، بكره انا وام راشد بنروح لعندها. ام عجاج انت لا ما بتروحي. ام راشد بكره بتروح لعندها بتفهم شو بدها. مفهوم ام راشد؟ مفهوم مفهوم ابن عمي. ناموا الاولاد. فاتوا يبدلوا ثيابهم. كل الحق علي، كل الحق علي. الحق عليكي بشو؟ بطلاق مرتك. لا حول ولا قوة الا بالله، رجعنا لقصة هي السرنوة. انا السبب فيه لانه. لك انت السبب، انت شو دخلك؟ شو دخلك انت؟ انت ما شفت ابوك كيف كان عم يتطلع فيني، كل ما اتطلع فيه لاقي عم يتزورني ويتقورني. يعني شو بدك نساوي لك اكثر من هيك؟ قولي لي، اذا انا اللي هو سهره قلعتني من على باب بيتها، وقلعت الداية، وقلعت خالتي ام عجاج، وبكره امي رايحه لعندها، واذا قلعتها يا مها، يا ويلها ويا ظلام ليلها، العمى ما عاد نعرف شو بدنا نساوي لها لهالسرنوه لحتى توافق، رح نبوس رجلها. بس والله حرام تضل مطلقه. زعلانة مني يا ام راشد؟ ما كان لازم تسمعني حكي وتبهدلني. انا مالي صغيرة حتى اسكت على البهدلة قدام الكنة. انت بتعرفي يا ام راشد انا ما بحب الغلط، بس ما تحملت حالي، ما تحملت حالي بنوب. الله يسامحك يا ابو راشد، الله يسامحك. الله يسامحنا كلياتنا، لانه كلياتنا عم نغلط بحق بعضنا البعض، وسبب هالغلط هاد انت وام عجاج. يعني هي ما لها غلطانة لما تركت البيت ومشيت. هلا شو بدنا باللي صار؟ خلص الماضي انتسى. الله يرضى عليكي. بتروحي لعند ام بشيرة بالزورية وتهدي الحال، لأنه ما بدنا حدا يحكي علينا بالحارة، لا على ام بشيرة ولا على بنتها ولا علينا، مفهوم؟ أمرك. اتركيني بقى ام عجاج، اتركيني. خلصينا يا ام راشد، الله يرضى عليك. اي والله والله مالي نفس فوت بيتها هالحرباية، شلون بدي روح؟ معك حق، بس كرمالي مشان خاطري هالمرة. امري لله. والله والله لولا زعل ابو راشد ما فت لبيت. اي يلا خلصينا بقى روحي، يلا مع السلامه. هاتي يلا لك امشي. يا الله رح يرجعوا البنات، رح يرجعوا حبيباتي، لك يقبروا قلبي ان شاء الله. شو بك يا سيدي؟ ليش هيك واقف؟ شو بدك يعني اشتغل اخي؟ والله ما بعرف، المهم ما تضل واقف، اشتغل اي شغله. اخي انت امرني شو بدك يعني اشتغل، انا بشتغل. لا اله الا الله. عجاج مر يا ابي، روح على البيت شوف امك شو بدها. امرك يا ابي. عوام ياسين مر يا ابي، خذ الشغل عن اخوك عجاج. اي بامرك يا ابي. حرك. حاضر يا ابي. منيحه بتكفي. تجي إلا بالرص.
أنا أم راشد بشيرة، افتحي الباب. لك وقفي وقفي. يا أم هاي حماتي أم راشد. حلو إذا كانت حماتك أم راشد. يا أم وقفيك افتحي لك. نعم، شو بدك أم راشد يا أمو؟ هلأ هيك لك أم بشيرة؟ بدنا نحكي الحكي تبعنا وأنا واقفة على الباب؟ وإنتي ليش جاي لحالك بعدي؟ يو شو بدك يعني يجيب لك نسوان الحارة كلها مشان افوت على بيتي؟ شوفي أنا حكيت كلمة وما بتراجع فيها يا بعدي. يعني أنا مو قد المقام أم بشيرة؟ قد ولا مو قد أنا ما بتفرق معي. أنا ما برضى أقل من الداية بهيجة والجيران كلياتهم على راسهم أم عجاج وبنتها. عجبك عجبك، ما عجبك مع 60 سلامة. إيه بس أنتِ مالك ناوية السترة لبنتك. انت بدك تبهدليها وتبهدلينا يا مبهدله. لك وينك ما عاش اللي بده يبهدلنا، واللي بده يبهدلنا بصل له لسانه. فتحي عينك اتسفل الطنجره. اوكي انت اللي جنيتي على بنتك يا ام بشيره وما بدك تساوي الا اللي براسك، فنصيحتي الك خليني فوت ونحل المشكله من راس الى راسك جوا، وبلالك تكبير هالراس والا بتندمي انت وبنتك. اسمعي ولي ام راشد، وانا قلت ما في فوت على بيتي الا معي اللي قلته انا. ماشي يا امي ماشي. شو ليه ام راشد عم تهدديني والعين الطلاقه والسفاقه؟ اسمعي ليه ام بشيره، اذا ما فتت بيتك هلا ما بقى فوته بحياتي لو بدك تفوسي الصرامي. سمعانه ولا لا؟ لك كتفيت عليكي وعلى تربايتك. فو عليكي يا قليله التربايه يا قليله الادب. لك وينك؟ معروف اصلك وفصلك منين، فهمتي؟ لك يبعث لي همّة. ايه يبعث لي همّة ساعة اللي تركت البيت. لك يبعث لي همّة ساعة اللي اجيت فيها لعندك. ان شاء الله يبعث لك همّة انت وحماتك سوا، فهمتي؟ قال بدك تبوسني الصرامي، قال لنشوف يا ام راشد مين بده يبوس الصرامي، انا ولا انت. فوتي ولقيت وياها فوتوا تضربوا انت والساعة اللي اجيتوا فيها لعندي. يلا يا مو. طب هاي حماتي اجت لعندك، شو بدك اكثر من هيك؟ لسه بتقلي شو بدك اكثر من هيك؟ لك يا بنتي شو انا عم بحكي مع الحيط؟ طيب فهميني شو اللي بدك اياه؟ انا ما بدي غير الواجب وبس. طيب هي الست بهيجة اجت وقلعتيها، وام عجاج اجت وقلعتيها، وحماتي اجت وما فتحتي لها الباب. طيب فهميني شو اللي بدك اياه؟ ليش هن ما اجتمعوا مع بعضهم واجوا كلهم لعندي؟ ما كنت قلعت حدا، وكنت بعدتك ووافقت على روحتك على بيتك دغري وخلصت منك ومن نقك. يا مو انت ليش عم بتعصديها كل هالقد؟ الله يهديك الهي، الله يصلحك يا رب. ام عجاج يا ام عجاج، اميرة لك يا حفيظة، ولك وينكم؟ اهلين مرت عمي، الحمد لله على السلامة يا غالية. شو وين ام عجاج واميرة؟ من شوي راحوا مع عجاج. يو لوين راحوا؟ يي على دوما. ايه تذكرت انه بدهم يروحوا على دوما. شبكي مرت عمي؟ والله والله ما انك طبيعية. أمانة إذا حدا مضايقك فتفضيلي. شوفي ما حدا مضايقني، ما في شيء، بلا كثرة حكي انزلي ساعديني بالطبخة. يلا حاضر مرت عمي جاية. لكن رحتي لعندها وأكلتي تقليعة؟ رحت يا بهيجة، ويا ريتني ما رحت. ان شاء الله بتروح فرم. الهي يا رب. ايه والله والله يا بهيجي لو بشرب من دمها ما بيشفي غليلي. ولا يهمك ام راشد ولا يهمي. لك شلون بدي اشفي غليلي منها شلون؟ انا عم تركن تركوها وطنشوها. اصلا هي ما عم تعمل هيك الا لانه شايفه انه انتم عم تسالوا عليها او عن بنتها. هيك قلتك بهيجي؟ ايه لك اتركوها كام شهر يخرب بيتها لا حدا يسال عليها، وبكره بتشوف واشنطن بتلاقي ما بتلاقي لانه ما حدا عم يسال عليها. ايه وانتي قلتيها ولك بهيجي؟ قشيتي الزفرة كنتي وغطيتي الطنجرة؟ لك يا مرت عمي بتعرفيني ما بخلي شي وراي. ايه الله يرضى عليكي الهي. خليلي اياكي ست بهيجة. ليش كتير متشردقة عليها؟ ايه ان شاء الله عمرينا ما تجي. ايه والله ما صار هالبيت هني ومشقرق لبعد ما راحت هي ولادها. ايه والله ابعت لحمة شو قوية. سدي حلقك حفيظة خانم، سدي حلقك. شو سيتي حالك؟ شو كنتي بتعملي معها؟ انا ليش شو كنت ساوي لها؟ هي كانت حاطة نقرة من نقري كل الوقت، تاركة كل شغلة وعملتها وعم تشتغل فيني، ما هيك مرت عمي؟ يخزي العين عنك شو آدمية؟ شو نسيتي حالك؟ شلون صوتك كان يوصل لعندي؟ هلا شو بدنا بهالحكي ست بهيجة؟ هي كمان مالها قليلة كانت تتنكش تنكيش على المشاكل. روحي
روحي ساوي لي فنجان قهوه بدلو على بيتي تضربي انت وياها شو بعدين. روحي. الله يسامحك يا ست بهيجه، رح ساوي القهوه وانت تسلي بهدول لبين ما خلص. ايه يبعث لك 100 هم شقويه. لك شبك يا بهيجه، ليش طالع خلقك عليها؟ مو طالع خلقي، طالع خلقي بس مو منها. يوه من شو لك؟ من واحد ما عم يفهم علي، ما عم يفهم علي. ومنو ها؟ بعدين بفهمك، بس انت ادعي انه تزبط الشغله يلي براسي. والله والله لا خلي هالبيت يرقص رقص ان شاء الله. يوه ان شاء الله تزبط الهي. يقبرني هالوش الحلو. قوموا يا ماما، قوموا قوموا العبوا بارض ديار. وبعدين ابن عمي؟ ما بعرف يا ماما، ما بعرف. يعني شو بدها هالسرنوي؟ شو بدها ماك تعرف؟ انا كرمالك بدي رجعها. راحت بداية لعندها وما عجبها، راحت خالتي ام عجاج لعندها وترجتها كمان ما عجبها. اما تقلع امي من على باب بيتها، هي ما رح مرق لها اياها نوب. طب يمكن ابن عمي لساتها زعلانه. حاجه معها حاجه، حطينا لها اعذار كثير، لك هي ما عملت واجب لحدا من يلي راحوا لعندها، ما عاد فهمنا عليها شو بدها. تحملها كمان ابن عمي، اذا مو مشانها مشان هالحريمات. تحملتها كثير، انا تحملتها كثير يا ماما وطفح الكيل معي، وما عاد اتحملها اكثر من هيك. بكره حسابها، انا بفرجي يمين راشد. لعمة لعمة شو صاير لهيدك؟ شو صاير لهي؟ جنيت ام بشيرة؟ لك ان شاء الله يبعث لها 100 حمة براسها. ايه والله والله مالي عين قصة لا هي ولا بنتها. وراشد شو قال لك؟ راشد يبعث لي حمة طالع خلقه كثير وناوي لعشر. ها وشو ناوي يساوي؟